هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الأربعاء أكثر من مليون ومائة وثلاثة عشر ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون وواحد وستين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا نحو مائة وسبعة وستين ألف شخص